طيب معنا الدكتور عبد الرحمن السلطان الكاتب الصحفي باتصال هاتفي. دكتور عبد الرحمن مساك الله بالخير. مساء النور وحياك الله اخي خالد. ألمحنا قبل شوي على المؤتمر اللي بتعقده جامعة الإمام حول موضوع الصحوة، الدراسات في المفهوم والإشكالات، وأنا بدوري أتوجه كيف تشوف هذا المؤتمر؟ يعني هل أنت مع التكثيف مثل هالدورات أو مثل هذه المنتديات اللي يعني احنا نقول هذه كانت حقبة قد مضت ويعني واندثرت، لكن جامعة الإمام ترى انه يعني قراءتنا لتلك التجربة وتحليلنا لواقعها وأثرها يعني على المجتمع هو المنطلق الرئيسي اللي يجب ان نوضحه للناس حتى يعني تزول او يزول مثل هكذا فكر، وش رايك؟ يعني انا اعتقد اليوم انه في خطوات كبيرة من بعض مؤسسات التعليم العالي لنقد المرحلة السابقة. نحن مررنا بمرحلة الصحوة بكل إيجابيات بكل سلبيات، نقدر نقول اليوم عندنا اليوم فرصة كبيرة لنقد هذه المرحلة ودراستها بشكل عميق للخروج ببعض الأفكار لتسرع من انتقالنا إلى مرحلة الإسلام الوسطي. اليوم سمو ولي العهد يقود تغيير كبير في المجتمع السعودي، ليس فقط على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى السياسي بل كذلك على المستوى الاجتماعي، وأحد أهم ركائز هذا التغيير تبدأ من نقدنا للمراحل التي مررنا فيها. الصحوة كان لها حضور كبير جدا في المجتمع في الأوساط الشبابية، ويمكن تكلمت اليوم على موضوع مقررات الثقافة الإسلامية اللي موجودة في أغلب مقررات الإعداد العام في الجامعات السعودية. للأسف هذه المقررات لم تكن تخدم الهدف الرئيسي منها. اليوم احنا كان هدفنا من هذه المقررات انك يعني تزيد يعني قدرة الطالب على أن ينقد معرفيا وفكريا، لكن هذا لم يكن موجود. يعني كانت مقررات موجهة بشكل مباشر معتمدة على أفكار أشخاص معينين لم تكن يعني منطلقة من سعة الإسلام. اليوم الإسلام دين وسطي واسع لا يحجر كثيرا في حياة الإنسان. وجدنا أنه كان فيه تحديد لمقررات، تحديد لكتب يرجع لها الطالب لا تخدم المملكة وتوجهها الوسطي. اليوم احنا اليوم انا اعتقد انه مثلا في جامعة القصيم كان في شجاعة انها بدأت من فترة طويلة في تطوير هذا الموضوع، اليوم بدأت النتائج ووجدنا انه معالي وزير التربية وجه بانه هذه التجربة تعمم على جميع الجامعات الحكومية، وانا اتمنى ان تتطور وتتحول مقررات الثقافة الإسلامية الى مقرر للبناء المعرفي والفكري. انا اؤكد على الفكري لأنه اليوم كان كل المقررات مجرد يعني من باب الحفظ والتلقين لأشياء لا تطبق يمكن في حياتنا وبعيدة كل البعد عن واقعنا اليومي. كذلك كان عندي، أنا ودي أكد على نقطة، أنه البعد الوطني لم يكن حاضرا في مقررات الثقافة الإسلامية، بينما الوطن هو جزء حقيقي مكون من مكونات الثقافة، وهذه جزء من رؤية المملكة 2030 اللي تنمية البعد الوطني. وأعتقد أن مقررات الإعداد العام في الجامعات منها الثقافة الإسلامية سوف تكون عون مع التطوير الحالي لبناء هذه الثقافة وبناء الشاب والفتاة السعودية بشكل يكون قادر على نقد موروثه. شكرا لك دكتور عبد الرحمن السلطان الكاتب الصحفي. أخيرا